دلوقتي بقى في الحالة ان انا عاوز اشغل عدسة واحد مخرج على الدايزك ده، هعمل ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم معانا في فيديو جديد. في الاول لازم نصلي على حبيبنا ورسولنا محمد، فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الدايزك الجديد اللي شركة ستارنت لها السبق في تنزيله مصر. وطبعا في ناس كتيرة ما تعرفش ان الدايزك ده بيشتغل ازاي. طبعا في الاول بالنسبة للناس اللي ما تعرفش الدايزك ده او ما شافتوش قبل كده، الدايزك ده لو زي ما حضراتكم شايفين كده ست مخارج او يعتبر ست فتحات، في منهم اتنين مكتوب عليهم ريسيفر. طيب ليه اتنين مكتوب عليهم ريسيفر؟ طيب المخارج التانية مكتوب عليهم ايه؟ احنا تعودنا ان جميع الدايزكات بيكون مكتوب عليها واحد اللي ان بي واحد اللي ان بي اتنين اللي ان بي تلاتة اللي ان بي اربعة، وبيكون في واحد مكتوب عليه ريسيفر. ده لا، ده مكتوب عليه اتنين ريسيفر والتاني لكل واحد اللي ان بي واحد واللي ان بي اتنين، وهنا اللي ان بي واحد وهنا اللي ان بي اتنين. طبعا في ناس كتيرة قالت ان انت كده ممكن تشغل عدسة واحد مخرج على اتنين ريسيفر، هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ هنشوفه مع بعض برضو دلوقتي. افرض ان الدايزك ده ما بيشغلش العدسة الواحد مخرج على اتنين ريسيفر، هيكون فايدته ايه معانا؟ طبعا كل الكلام ده هنشوفه عملي دلوقتي واحدة بواحدة علشان كل الناس اللي انا، لان انا شفت بوست على جروب، مش فاكر جروب ايه، على الفيسبوك، كان في ناس معترضة تقول لك ان الريسيفر ده ما بيشغلش عدسة واحد مخرج على اتنين ريسيفر. والنهاردة ان شاء الله هقول لكم ينفع بس في انهي حالة. وفي ناس ما كانتش عارفة امكانياته او عارفة انه بيشتغل اصلا ازاي او احنا نستفاد منه ازاي. كل حاجة قبل ما تحكم عليها لازم تكون عارف قدراتها عيوبها ومميزاتها، هتستفاد منها بايه. يعني مثلا وليكن شركة ستار نت نزلت الدايزك ده، هو انا بقول لكل الناس اشتريه؟ لا، ما بقولش لكل الناس اشتريه، انا هقول لك على مميزاته وانك ازاي تقدر تشغله او يشتغل عندك باي طريقه. لو الطريقه دي تناسبك او هتوفر عليك زي ما اديت وجهه نظري، خلاص اشتريه. مش هتستفاد منه او مش هتلاقي منه مميزات تانية عن الدايزك العادي، اشتري دايزك عادي. فدلوقتي ان شاء الله هنمشي دلوقتي واحده بواحده بالتجربه العمليه عشان نعرف ان هو هيشغل العدسه واحد مخرج على اتنين ريسيفر ولا لا. وهقول لكم واحنا برضو واحنا بنشرح عملي هنشغله ازاي، لو عدسه واحد مخرج هنشغلها ازاي على اتنين ريسيفر. لكن قبل ما نروح للشرح، يا ريت تدعمنا بلايك وتشترك في القناه وتخليك معانا. طبعا عشان نحكم على اي منتج لازم نجرب عملي، وعشان نجرب عملي النهارده انا جبت الوصله ديت تقريبا متر سلك اهوت، ومعانا المشترك وعندنا النايل سات اسهل حاجه نقدر نجرب عليها. طبعا النايل سات شغال عشان الناس تقدر تشوف لو حضراتكم شايفين. طيب هندخل كده على التركيب عشان بس ما ناخدش مخالفه ولا حاجه. طيب اول حاجه هنعملها هنشيل السلك بتاع الاشاره. طيب شلنا سلك الاشاره اهوت، هنعمل دلوقتي هنجيب الدايزنج، ادي عندنا الدايزك اهوت، وهنركبه في اي خانه سواء واحد او اتنين. احنا عندنا اتنين واحد وعندنا اتنين اتنين، يعني بمعنى صح عندنا مدخلين مكتوب عليهم ال ان بي واحد ومدخلين مكتوب عليهم ال ان بي اتنين. يبقى احنا كده طبعا كنظريا المفروض ان انا اقتنع ان كل مخرج من دول ليه مخرجين، بمعنى صح ان احنا عندنا دايزجين في بعض كل واحد مخرجين. طيب احنا عايزين نتاكد من الكلام ده. وبالنسبه للناس اللي هي بتقول لك ان هو بيشغل عدسه واحد مخرج على اتنين ريسيفر، هل الكلام ده صح ولا لا؟ هنشوف برضو بالتجربه دلوقتي. ادي عندنا السلك اهوت وهنركبه في ال ان بي واحد بالشكل ده كده، بس يا رب تكون بس ظاهره زي ما حضراتكم شايفين كده. نركب السلك كويس، ادي ركبنا السلك في ال ان بي واحد، وهنجيب السلك الصغير ده وهنركبه في الريسيفر بالشكل ده كده. ادي ركبنا السلك في الريسيفر اهوت، السلك الصغير. المفروض بقى نحط السلك اللي جاي من الريسيفر في الكلمه اللي مكتوب عليها ريسيفر في الدايزنج. طيب اول حاجه هنعملها هنركب السلك في المخرج اللي هو من ناحيه السلك اللي احنا مركبينه للنايل سات. احنا اتفقنا ان ده نايل سات وادي مخرج اهوت مكتوب عليه ريسيفر، هنركبه عليه كده هنشوف هيشتغل ولا لا. ادي
ادي الدايسك اشتغل لحد دلوقتي احنا كده شغالين كويس كانه دايسك عادي. يعني لو خرجنا اهوت النايل سات شغال قدامنا اهوت مفيش اي مشكله. طيب الجديد بقى او احنا عاوزين نتاكد ان هو هيشغل الريسيفر تاني ولا لا، هنعمل ايه؟ هنفك السلك اللي جاي من الريسيفر من المخرج اللي مكتوب عليه ريسيفر في الناحيه اللي راكب فيها النايل سات، وهنركبها في المخرج التاني اللي مكتوب عليه ريسيفر من الناحيه اللي مش راكب فيها اسلاك بالشكل ده. كده عندنا الريسيفر اشتغل، القناه اشتغلت، القناه ما اشتغلتش. لو خرجنا بره هيقول لك لا توجد اشاره. انا بس اتمنى ان يكون التصوير واضح في الكاميرا لان الكاميرا بعيده شويه. طيب هنخش على التركيب تاني، هنعمل حركه تانية عشان ناكد ان هو ان الريسيفر الدايسك ده ما بيشغلش على سواء واحد مخرج على اتنين ريسيفر الا في حاله واحده، وهنقولها في الفيديو ده برضو دلوقتي يعني ان شاء الله. هنخلع سلك النايل سات من ال ان بي 1 للناحيه دي بالشكل ده كده، وهنركبه في ال ان بي 1 اللي من ناحيه السلك اللي داخل فيه الريسيفر بالشكل ده كده. هنشوفه هيشتغل ولا لا. ادي قدام حضراتكم الريسيفر اشتغل. لو خرجنا كده ادي عندنا الاشاره اشتغلت، يبقى انا استفدت من حكايه ايه؟ نرد بس السلك كويس بالشكل ده كده. طيب انا استفدت من الحكايه ديت ايه؟ استفدت ان الريسيفر ان الدايسك ده يعتبر 2 في 1، دايسكين في دايسك واحد. طيب ده استخداماته ايه؟ وهشغله على عدسه واحد مخرج على 2 ريسيفر ازاي؟ طيب نربط بس السلك كويس عشان نعرف ايه؟ نتكلم. نسيب الدايسك كده او نحطه فوق كده اهو. اول حاجه بالنسبه لاستعمالات الدايسك ده حاجتين. اول حاجه ان انت لو عندك مثلا انت ووالدك في بيت واحد او انت واخوك في بيت واحد وعاوز تركب النايل سات وقاموس بعدسه 2 مخرج، هتعمل ايه؟ طبعا كل واحد بياخد سلك من النايل سات وسلك من القاموس، وبتاخد دايسك ليك ودايسك لوالدك او لاخوك او لاي حد معاك في البيت. الدايسك ده هيوفر لك انك تجيب 2 دايسك. يبقى احنا كده اتفقنا ان الدايسك ده اكنه دايسكين في واحد بس، يعني بمعنى صح هيوفر لك جوده، هيوفر لك منظر كويس، هيوفر لك عدد اسلاك او عدد دايسكات كتير عند الطبق. يبقى احنا كده شفنا اول ميزه فيه. طيب الحاجه الثانيه، معظم الناس بتستقبل 4 امور مثلا، وليكن انت استقبلت عندك النايل سات وعرب سات والاوروبي وقاموس. طيب انت كل الناس عندها في تلفزيون رئيسي بتاع العيله او بتاع البيت بيكون عليه النايل سات والعرب سات مثلا لو انت عاوز تركب العرب سات، وبيكون عندك تلفزيون جوه في اوضتك مثلا بتاع الكوره او بتاعك انت الشخصي اللي انت عاوز يكون عليه قاموس ومثلا ويكون الاوروبي. في الحاله دي هتعمل ايه؟ هتضطر انك تجيب 2 دايسك برضو. لا، الدايسك ده هيوفر لك ان انت هتاخد سلكين مثلا وليكن النايل سات وعرب سات كل واحد منهم على سلك ال ان بي 1 وال ان بي 2، وهتاخد من المخرج بتاع الريسيفر اللي مكتوب عليه الريسيفر اللي جنبهم على الريسيفر بتاع العيله او على التلفزيون بتاع العيله، وهتجيب قاموس وهتجيب الاوروبي على المدخل ال ان بي 1 وال ان بي 2، وهتاخد من مخرج بتاع الريسيفر اللي عندهم برضو على التلفزيون بتاعك. يبقى انت كده عملت تجميعه بدايزك واحد، وفي نفس الوقت بدل ما تشتري 2 دايسك عشان تفصل التركيبه، لا هي تركيبه واحده بدايسك واحد لكن نازل منها سلكين، سلك ليك وسلك للعيله تحت او لتلفزيون العيله تحت. طيب دلوقتي بقى في الحاله ان انا عاوز اشغل على سواء واحد مخرج على الدايسك ده هعمل ايه؟ الحاله الوحيده ان العدسه واحد مخرج تشتغل على الدايسك ده هي عدسه العدسه المعدله او عدسه شبكات الدش الهوائيه. بمعنى ايه؟ احنا اتفقنا قبل كده في فيديوهات كتيره بالنسبه للناس اللي متابعانا ان العدسه الواحد مخرج اللي هي المعدله بتشتغل على اكتر من ريسيفر. طيب انا هعمل ايه علشان اشغلها على اكتر من ريسيفر؟ هنجيب الدايزك كده عشان نشرح مع بعض برضو. ادي الدايزك عندنا اهوت، وليكن مثلا انا مركب، وليكن مثلا انا عندي عدسه واحد مخرج وعاوز اودي وعاوز انزل عندي نايل سات والعدسه المعدله بتاعت شبكات الدش الهوائيه.
عندي وعند والدي او عند اخويا او عند اي حد في البيت تاني، او عاوز اشغلها في اوضه تانية. يعني بمعنى صح انا عاوز يكون عندي ريسيفرين شغالين، لكن عندي عدسه واحد مخرج بس اللي هي المعدله، هعمل ايه؟ وعندي طبق النايل سات عليه عدسه 2 مخرج، يبقى انا هجيب عدسه النايل سات اول حاجه ال2 مخرج، هركب مخرج في ال ان بي 1 الناحيه دي ومخرج في ال ان بي 1 الناحيه دي. ما اتفقنا ان هنا في واحد وهنا في واحد، يبقى هنجيب سلكين من العدسه ال2 مخرج بتاعت النايل سات، واحد في ال ان بي 1 الناحيه دي وواحده في ال ان بي 1 الناحيه دي. طيب العدسه المعدله هعمل ايه؟ العدسه المعدله هجيب سلك وليكن زي ده كده، هركبه في العدسة المعدلة وهاخد سلكين منها من نفس العدسة، هاخد سلكين من نفس العدسة وهركب واحد في ال ان بي 2 وواحد في ال ان بي 2 الناحية دي. اصبح عندنا المخرج اللي مكتوب عليه الريسيفر هنا عليه نايل سات والشبكة الهوائية، وعندي المخرج ده برضو للريسيفر الثاني نايل سات وشبكة الهوائية. وبالنسبة للطريقة بتاعة تشغيل العدسة المعدلة الواحد مخرج على 2 ريسيفر ان شاء الله هعملها، ولو ما عملها هسيبها لكم في خانة الوصف تحت الفيديو. فلو انت بتشاهد الفيديو بعد يوم او 2 من نزول الفيديو، لو نزلت في خانة الوصف هتلاقي الفيديو بتاع طريقة تشغيل العدسة العدسة الواحد مخرج المعدلة على 2 ريسيفر باستخدام الدايزك ده. طبعا الدايزك ده انا شايفه مفيد جدا بالنسبة للناس اللي هي عندها شبكات دش هوائية، وبالنسبة للناس اللي هي عندها نايل سات وآموس عدسة 2 مخرج. بالنسبة للناس اللي عندها آموس والنايل سات عدسة 2 مخرج، أفضل دايزك هيكون الدايزك الستار نت ده. وبالنسبة للناس برضو اللي عندها شبكات دش مستقبلة شبكة دش هوائية بعدسة واحد مخرج وعاوز تشغلها على أكتر من ريسيفر، هيكون برضو أفضل حل هو الدايزك ده. وإحنا دلوقتي عرفنا عيوبه وعرفنا مميزاته وعرفنا تستخدمه إزاي، فأتمنى الكل يكون استفاد من الفيديو، وأتمنى الكل يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.